يا نعمة، يلا ابن عمي جاي. نعمة اخي، ليش طالع خلقك؟ ابن خالك فهد علقان مع كريم افندي. يا ريت، ولي على عمتي ان شاء الله ما صار له شيء. لا ما في شيء، ما في شيء. لك ليش علقوه؟ ليه؟ ما بعرف، حيني على الغرفه. خيالك تقبلني بخيلك يا ربي بخيلك. اكيد وصل له خبر لبيت خالك انه مقصوف الرقبه اجى طلب ايدك. معقوله؟ ايه من وين بده يوصل له الخبر؟ معقولة تكون ودان؟ ما بعرف. ليش مو نعمت؟ انت حاكي شي لنعمت؟ لا. اكيد؟ ايه اكيد. انا اعوذ بالله، لك ان شاء الله بينقص لساني اذا فاتحت امي بحرف واحد. اكيد لك نعمت لتكوني حاكي مو بقصدي. أكيد ابن عمي، أنت بتعرفني أنا عندي هالحركات شي. لا يشهد الله عداك لي. لك إيه، أنا ماشي الحيط الحيط وعم بقول يا ربي السترة، قلي تم ياكل مالي تم يحكي. ليش شو صاير؟ كأنه ضوجة فهد يعني هيك عاملة قصص وسياء؟ ما في شي، ما في شي. كريم أفندي. أهلين. أهلين. خير، طمنيني صار معك شيء؟ اطمن، صار مثل ما بدك والمرسال صار بإيدها لخاتون. بدي أعرف التفصيل الممل. طول بالك علي، خليني أخذ نفس حأحكي لك كل شيء صار. بقى يا سيدي، كتر خيرك يا نعمت، والله لو لاقي كنت انفضحت قدام زمرد وقدام مرت خالي. لك يو لا تشكريني، ما عملت الا الواجب. انا خدي هي المرسال، هي الامانه مثل ما هي، لا فتحتها ولا قريت منها حرف. طيب شو القصه؟ شو اللي صاير؟ ليش فهد اتخانق هو كريم؟ ما بعرف، معقول يكونوا حاسين على شيء من صوبك انت وكريم؟ شو؟ معقوله؟ مو انتي عم تقولي بانه مرت خالي كانت عم تزت حكي اليوم؟ ايه بلا، مرت خالي اليوم ما كانت طايقتني منه واجت على قد فهد كملت القصه. يوه، معقولة يكونوا حاسين على شيء لك نعمات؟ يوه لا تقولي هيك، يبعت لي حمى عليكي اذا صار هيك، ما بتروح غير عليكي يا معتره. قولي على طولي، منين اجتني الحكايه هلا؟ والأنكى من هيك تكون نوزة خانم قالت شي لمرت خالك، لأنه مرت خالك اليوم ما رضيت تطلع غير رجلها على رجل نوزة خانم وصرت كتير على هالشي. لك أين بلا، ما هي طلعت ورا نوزة عداسة. ليش هيك عملت لك امي؟ ليش؟ لانه بدي اكسر له رجليه تنتين اذا بيهوى بصوب الحاره، وكل اهل الحاره لازم يعرفوا هالشيء. بوس ايدك يا اخي، تطول بالك. سكوت سكوت، ليكو اجى ابوك. بني ادم ليش هيك عامل مع كريم افندي؟ ما في شيء يا ابي، ما في شيء. شلون ما في شيء ها؟ حط عينك بعيني. لا لا تكون متجاول منه من القصة الماضية. يا ريت أوقفك على هديك القصة، يا ريت. ليش شو في كمان؟ طلع الأفندي رايح يطلب إيده لخاتون. شو هاد؟ الله يا بي، بنت عمتك خاتون ما خصت. يا بي أنا بعرف هالشي، وبعرف إنه خاتون أشرف من الشرف، والتوك كله من هالواطي كريم. لا
كمان لا تظلم الرجال يا اخي. بدنا نعتبر انه ما بيعرف الرجال، دق الباب بالحلا. يلا معقولة ما بيعرف؟ بلا رضية يمكن ما بيعرف، بس هلا بعد ما نخطبها يجي يطلبها مرة تانية إلا حديث تاني. بعدين انت لازم تنزعلي مرائي، ما تخليني افرح فيك وفيها بكرة. حقك على راسي يا فهد، بس كريم ما له فوت على الحارة. آمنتوا بالله، آمنتوا بالله، شو راسك تنح؟ اتنح من راس خالك الله يرحمه. يو ليش شبه خاله؟ الله يرحمه، ما في منه. تعيش يا بي كريمة. نعم يا بي. جاي على بالي اشرب كاس ما ورد من تحت ايديكي. من عيوني.